أخبار اليوم. عالم لازم تكون فيه إيدك طويلة وبدماغين ووشين ولسانين عشان تقدر تعيش فيه. ليه دايما بتحس بإعجاب ناحية واحد أطفال وحلاني لمجرد إنه ناجح؟ ليه دايما بتلوم نفسك إنك مش قادر تكون زيه؟ عرفت؟ فهمت إن الموضوع كبير قوي وإن لا أنا ولا غيري عنده علاج. محمد حفظي بنرحب بيك بقوة اخبار اليوم وبنقول لك مبروك على الخلطة السحرية للسعادة، وكنا عايزين نعرف انت اللي بتعالجهم. في الاخر اكتشفنا ان انت برضو عيان زيهم. الاول انا برحب بيكم وانا بالاخبار، يا رب يكون العرض عجبكم. انا بعمل شخصيتي الحكيم العائل في الخلطة السحرية للسعادة، اللي بيدعي معرفة كل شيء وبيدعي ان هو عنده نوع من البصيرة ومطلع على كل شيء وعارف على كل حاجة. بيحاول يوجه، مش هنقول المرضى، الحالات اللي هي بتيجي بتلجأ له عشان توصل للسعادة وان هي تبقى عايشة مرتاحة ومبسوطة، بيوجههم بطريقة يعني طريقة غريبة، طريقة غلط. يعني ان هو لازم تكون عيل هدف مثلا طويل، ده حقك، دراعك ما تتسهلش في حقك، صوتك يكون عالي، ما تخافش من حد بأي طريقة، ينجح بأي طريقة بأي أسلوب، مش مهم، المهم إنك توصل للهدف بتاعك. كتير قوي بحب طول الوقت، بس بشكل تاني. بشكل تاني إزاي؟ يعني مش مسموح هنا بال ده فيسبوك. فيسبوك؟ آه فيسبوك. حبيبي وحشتيني قوي. وأنت كمان. أنا عايز أشوفك، عايز أحسك، أسمع صوت نفسك، اشوف عينيك وهي بتفتح وبتقفل. انا كنت بلعب دور الممثل او اسم الشخصيه يعني المكسور ظهره. هو دور ممثل شاب نفسه في فرصه، بما ان يعني بجد ده اللي احنا بنقابله في الحقيقه، يعني ان احنا من كتر العشم يعني خلاص ودنا بقت مصفى من كتر العشم، مفيش ولا حلقه واحد يعني. بس هو بيناقش مشكله ان هو مش لاقي فرصه حقيقيه يعني، ولما بتحصل فرصه بتبقى قمة في الاستغلال، وان قد ايه الناس بتنص دم الناس الجديدة اللي شابة نفسها تعمل حاجة، وبجد ما بتلاقيش مقابل للي هما بيعملوه يعني. بس